Shema and not hand. Salam alaikum. Hello. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا الأخ كريم. بابا. الحمد لله. يرحم والدك. قولي لي حاجة بابا. تفضل. وش بك مع القبائل؟ ما عنديش مشكلة مع القبائل أنا. ما عندكش. عندي مشكل مع الناس اللي يحبوا يشوهوا سمعة القبائل. عندي مشكل مع الناس اللي حابين يرجعوا القبائل الفرنسيين والقبائل ماهمش فرنسيين. عندي مشكل مع الناس اللي حابين يدخلوا فرنسا عن طريق القبائل والقبائل دفعوا دماء وشهداء من اجل تحرير الجزائر. هذو الناس اللي عندي ما عندهم مشكل. انت ما عندكش مشكل معاهم هاد الناس؟ هاد قبيل يا حور. ما عندكش مشكل معاهم؟ لكن انت جزائري ولا كان قبيلي؟ نظن انك تهضر على القبيل. هادو مالي يهضروا هكا؟ ما تشي من الجزائر جابوهم والقبائل مش برك اللي فيهم هاد الناس. يعني هاد الناس اللي راني نهضر عليهم الخونه اللي خانوا الثوره وخانوا الشهداء وخانوا الجزائريين ما يجوش غير من القبائل برك. كاين في الشعب الجزائري بزاف خونه من كل الجهات. حنا ضد هاد الناس ونبقاو ضدهم ونربي ولادنا باش يبقاو ضدهم. وحكيتك مع نور الدين عمير واش بروبليم اللي كان معاه؟ شكون نور الدين عمير؟ شكون نور الدين هذا صاحب مع طب الناس صاحب؟ ما عندي حتى حكايه معاه. واش هي الحكايه اللي كان؟ انا ما عمري تلاقيته عمري شفته. ما عنديش. ما تصدقوش كل واش يتقال في الفيسبوك وما تصدقوش كل شيء. لانه كان بزاف الناس اللي راهي مش قابله السيده صالحي لانها مراه تحافظ على وحده الوطن وتحافظ على اصاله المجتمع الجزائري. وقت تشوفي انايا لكانك تهضروا على البربر. انني من عندي اصول عربيه واصول بربريه وافتخر بذلك. واليوم راني احتفلت باللباس البربريه. انت يا جامي لازم نمامو زابيك منا فهمتي؟ واش ندير؟ لازم نزابيك. هي ماشي قبيلية انت. بصح انا اصولي عندي اصول عربية وشوية. انت ضد الشوية؟ كان ثلاثة شوية كميني مشاكة كون ذي فهم تقبيلي. الشويات هما نساء المحتشمات النساء اللي قدروا بيان اول نوفمبر. اللي الشوية ما تلقاهاش ماشية مع فرنسا ما تقبلش تكون فرنسا تزيد ترجع وتتحكم فينا. وهما كاين ديجا راه مادين يديهم وراهم يتحكموا فينا. اذا اخي واش غنقول لك؟ سلم على الاهل تاعك وسلم على منطقة القبائل. السيدة صالحي راهي تسلم عليكم وراهي تقول لكم انها راهي تحبكم بزاف وما تكرهكمش ولكن وانا اوكي. لا راكي غلطة بزاف. لا مانيش غلطة. انني قلت لك واش عندي. دوك انت تحب تحصل فيا حاجة خاطيني هذا شيء اخر يا ابني. انا المهم تكلمنا معاك على المباشر لان احنا ما نشعر بين الحق انا الحق.